هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة فوجد فيها الأوس والخزرج. كان بينهما خلاف تاريخي وحروب طويلة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ألف بينهم وصالح بينهم ودعاهم للتعايش والتسامح والمحبة والعيش في سلم، فجمعوا على ذلك. ولما كانت آلة الإعلام أقوى الآلات استغلها المرجفون في المدينة والمنافقون في حادثة الإفك في أن يضربوا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وانتشر الخبر كما تنتشر النار في الهشيم، حتى إن بعض الصحابة قد خاضوا في ذلك ظنا منهم بأن ذلك أمرا هينا وهو عند الله عظيم. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استخدم نفس الآلة ولكن بطريقة أكثر رقيا، عندما جمع المسلمين في المسجد وأراد أن يستعذر منهم في عبد الله بن أبي بن سلول في أن يعذروه في قتله، ولما وجد أن الصحابة عادوا إلى خلافهم الأول وإلى تلك العصبية وإلى النعرات الجاهلية، إذا به صلى الله عليه وسلم يقولها ويعلنها بأن تلك عصبية وإنها منتنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا التسامح والتعايش والمحبة فيما بينهم، إلى أن نزل القرآن الكريم وهو الإعلام الحقيق من السماء لكي يعلم براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في ذلك القول. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه من يستأذنه في قتل ذلك الرجل، لكن النبي يخشى أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. كان يرى النبي أن الآلة الإعلامية هي من أخطر الآلات، ربما تضخم الأحداث وربما تثير الفتن، وذلك كله كان النبي يدركه إدراكا كاملا. التسامح، التعامل مع سلسلة من القيم الأخلاقية والمعنوية التي تشجع على الاعتراف بالآخر، التسامح وتقدير التعددية والاختلاف بين الناس، التسامح في المجتمعات لا بد أن يكون ظاهرة طبيعية، لا بد من الاحتفاء بها وأن تحول إلى فرصة للتضامن والتكاتف بين الثقافات والأديان المختلفة. ولذلك تعد المؤسسات الإعلامية من أكبر المؤسسات الاجتماعية والثقافية تأثيرا في نشر ثقافة التسامح ومحاربة التطرف. والمؤسسات الإعلامية أيضا أصبحت أكثر وسائل التواصل البشري تأثيرا في صناعة الثقافة، ولذلك يلعب الإعلام دورا مهما في نشر ثقافة التسامح. لذلك مشاهدين الكرام، اليوم نتحدث عن التسامح، وفي حلقة جديدة من حلقات برنامج للتسامح وطن نتحدث عن التسامح في المجال الإعلامي. المجال الإعلامي من أخطر المجالات في الحياة، وعرف الإعلام من قديم الأزل، ولذلك كان الأنبياء خطابهم مع قومهم دائما، مع أقوامهم دائما، خطاب كله تسامح، خطاب كله محبة، خطاب دائما يقولون نبغي بكم السلامة، نريد بكم التسامح، نعزز القيم الأخلاقية فيكم، حتى القيم الغير أخلاقية كانوا ينهرون عنها الأنبياء منذ قديم الأزل، ومنذ آدم عليه السلام مرورا بنوح. وسيدنا نوح له صورة في القرآن الكريم، صورة شهيرة هي صورة نوح، وفيها أول تقرير إخباري في التاريخ، أول تقرير إخباري في التاريخ كان مع سيدنا نوح عليه السلام عندما رفع لرب العالمين أحوال قومه، عندما دعاهم ليلا ونهارا، دعاهم سرا وعلانية، دعاهم في الطرقات وفي كل مكان، ولكنهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. سيدنا نوح كان بيرفع الخطاب الإعلامي من رب العالمين ويرفع معه التوصيات بعد أن أخبره الله بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فالنبي سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يقول يعني ربنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، انتظرهم يضلوا عبادك. هذه التوصيات في نهاية الخطاب الإعلامي مع سيدنا نوح. هذه القيم الإعلامية اللي تعلمناها كذلك مع سيدنا موسى عليه السلام، كان يبحث عن آلة إعلامية وعن أحد الأشخاص الموثوق بهم إعلاميا. ولذلك مشاهدينا في كل مكان، مع الإعلام وقيم التسامح بعد فاصل قصير نعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في هذه الحلقة من برنامجكم للتسامح وطن، ونبدأ اللقاء فورا مع ضيفنا العزيز والإعلامي القدير الدكتور حكمة زريقات، مدير إذاعة زايد للقرآن الكريم. أهلا ومرحبا دكتور حكمة. حياكم الله يا مرحبا، كل عام وأنتم بخير وأنتم بصحة وسلامة يا رب العالمين. نحن يعني على مشارف أن ندخل في العشر الأواخر من رمضان، صياما مقبولا إن شاء الله نرجوه لكم ولجميع الأخوة المشاهدين.
في هذا البرنامج الرائع والذي يعني يحمل عنوانا كبير وهو التسامح، ونحن الآن في وطن التسامح وفي أيام كلها تسامح وهي أيام شهر الصوم. حياكم الله. حياكم الله دكتور، بارك الله فيكم. في البداية، التسامح في الإعلام، والإعلام كلمة، ماذا تقول عن الكلمة التي هي التسامح في الجانب الإعلامي؟ والله هو يعني التسامح موضوع كبير وكبير جدا، يعني عندما نتحدث عنه وخاصة في الإعلام، والإعلام صراحة يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه كل قيمة من قيم المجتمع، وخاصة هنا نتحدث عن التسامح. والتسامح بالفعل هي قيمة متميزة في المجتمع الإماراتي، يعني وموجودة ومتأصلة ومتجذرة كذلك في هذا المجتمع الكبير، ونحن على أعتاب أن نحتفل في يوم زايد الإنساني طيب الله تراه غدا إن شاء الله، وهو كذلك موعد انطلاق إذاعة زايد للقرآن الكريم في عام 2009. هذه المبادرة الطيبة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله ورعاه، والشيوخ الكرام أيضا، يعني لهذه المبادرة الطيبة أن تكون إذاعة باسم إذاعة زايد للقرآن الكريم، وهي كلمة أيضا هنا الله، وهي تعني الكثير لنا عندما نقول الشيخ زايد طيب الله ثراه ورحمه الله وأدخله فسيح جناته. أمين يا رب. الشيخ زايد يعني لم يكن مجرد عطاؤه هو العطاء المادي، لا بل كان عنده هو العطاء الإنساني، هو الذي بدأ العطاء الإنساني إنجاز التعبير في المنطقة أو الجزيرة بشكل عام، يعني الجزيرة العربية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ التأسيس. فكان لعطائه وتميزه بأن أوجد سمات طيبة في هذا المجتمع انطلاقا من الوسطية وبعد ذلك أيضا إلى التسامح. فمن هنا التسامح عندما نقول بالفعل هي كلمة، وكلمة جميل. طيبة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة. الله. فأنا بتسامحي أو بكلمتي في الإعلام، سواء كان ذلك من خلال برنامج أو لقاء أو يعني كإعلام نحن نتحدث إذاعة وتلفزيون، يعني الإعلام إنجاز التعبير اللي بحكوا له تراديشنال ميديا التقليدي، وإن كنت أنا يعني أحب هذا الإعلام التقليدي خلينا أكون أنا إنسان تقليدي لأنه بالفعل هو الأصالة وهو المعاصرة، يعني فما يأتي من جديد هو عبارة عن إرجاع لما كان سابقا. يعني الإعلام الجديد كله عندما تريد أن ترجع لأي شيء يعني مصداقيته، أو تتحدث أنه كما قالت الإذاعة كذا أو قالت التلفزيون كذا، فالإعلام الجديد دائما يحتاج إلى مستند، وهذا المستند الذي يدعم هو الإعلام القديم. جميل. فمن هنا يعني هذه الكلمة وهذا الإعلام وما يوجد به من مضامين، هي كلمات وليست كلمة واحدة، إنما بالفعل نحن نحتاج في هذه الأيام إلى التركيز على بعض المضامين أو الكلمات التي تحمل، يعني بالفعل هي عنوان عريض يندرج تحتها الكثير من العناوين، ابتداء من الوسطية. يعني عندما نقول هذه الأمة أمة وسط، فلذلك جميل. الإعلام الذي يصدر عنها سواء كان إعلام تاريخي، إعلام ديني، رياضي، معلوماتي، ثقافي، يجب أن يتصف بالوسطية. جميل. الإعلام الحكمة والموضوعية شيء مهم جدا دكتور. إذا بحثنا على الخط الأخلاقي في خطاب الإعلام، وكثير من القنوات الإعلامية أو وسائل الإعلام لعلها يكون المنافسة بينها وبين بعضها حافز على أن تحيد عن طريق الأخلاق وعن طريق مراعاة الأداب العامة في المجتمعات، كيف نضبط ذلك مع إعلام راقي ومحترم؟ والله يعني احنا حضرنا كثير من الاجتماعات والمؤتمرات، سواء كان ذلك من خلال جامعة الدول العربية ممثلة باتحاد إذاعات الدول العربية وكذلك اتحاد إذاعات القرآن الكريم، نعم، كان دائما وابدا يتم التركيز على موضوع الميثاق الإعلامي، ميثاق الشرف الإعلامي. نعم. هذا الميثاق يعني هو ضرورة، وكثير من الدول يعني وكثير من المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية سواء كانت عامة أو خاصة هم طالبوا بمثل هذا الميثاق. جميل. لأهميته. هذا الميثاق يعني هو بالأخير الذي يؤسس ويؤصل لشيء أصيل. يعني عندما نقول هذا الإعلام يجب أن يكون مثلا وسطيا، الإذاعة الوسطية أو التلفزيون الوسطي هو بالفعل يتبع ويتابع بغض النظر سواء كان خطابه خطاب ديني ولا خطاب اجتماعي. نعم. دائما الناس أو الإنسان الذي يحب أن يتلقى أو المتلقي لهذه الرسالة يحب أن يتلقى رسالة تكون يعني سمتها الوسطية،
سمتها عدم الغلو والتطرف سواء حتى كان في الفن الخطاب. دكتور نعم حتى في الفن نعم. يعني نعم. أنت الآن تجد كثير من القنوات في كثير من الناس مثلا يراهن عليها يقول لك يعني خلاص انتهى موديلها وراحت يا أخي الآن يعني مثلا صدرت في قنوات أخرى أو جديدة. نقول له لا، في كثير من القنوات بما أنها محافظة على الاتزان في الخطاب، محافظة على الشرف والصدق والأمانة والمسؤولية في خطابها وفي إلقاءاتها، حتى وإن كان موضوعا يعني فن وإن كان رياضة. يعني عندما يكون في تسامح وفي اتزان وفي وسطية لابد بأنها ستتابع وتحترم مثل هذه القنوات. إذا كان في انضباط أخلاقي المسائل كلها تتضح بعد ذلك طبعا. طيب دكتور الوقت يمر سريعا ونريد أن نقف عند الإعلام الجديد نيو ميديا أو السوشيال ميديا وتأثيرها في الخطاب الإعلامي. والله نحن لنا تجربة لنحكي عن تجربتنا إحنا يعني كتجربة إذاعة زايد للقرآن الكريم. صراحة استطعنا أن نستفيد من الإعلام الجديد سواء كان إنستغرام سواء كان فيسبوك، السوشيال ميديا بكل أنواعها استفدنا منها في إذاعة زايد للقرآن الكريم من خلال توظيف الكلمة ونشر البرامج والمضامين البرامجية التي تحمل أصلا هي عنوان يعني حميم وقريب إلى القلب. عندما نقول قطرات الندى الآن في رمضان نسائم رمضانية الله. يعني نقول نسائم هذه عناوين يعني رومانسية دكتور. نعم يعني هي عناوين ليست قناة دينية يعني. بالفعل يعني أنت لما تنظر إليها هي عناوين عامة وعريضة ولكن يندرج في تحتها الكثير من المعاني والأخلاق الطيبة والأشياء التي تدعو إلى كل ما هو تسامح وحوار مع الآخر. يعني نعم. نحن لا نقدم شيء جديد أخي وائل، هذا هو ديننا الله. هذا هو ديننا جميل. ديننا دين التسامح. نحن لا نقدم شيء، نحن فقط عبارة عن أدوات وقوالب لعرض هذه الكلمات الطيبة وهذه المضامين الجميلة. عندما نقول نسائم رمضانية، عندما نقول قطرات الندى، عندما نقول يعني نفحات إيمانية، يعني من النفح نفحات الله. إيمانية طيبة جميل. ومباركة. أكيد استفدنا من السوشيال ميديا نحن في عرض هذه الأفكار وفي تقديم أنفسنا مش بس للآخر حتى لأنفسنا. جميل. نحن بحاجة أن نقدم أنفسنا لأنفسنا ابتداء. لا نحتاج دكتور إلى أن يعني نصنع بعض الأمور الخارجة عن الإطار من أجل أن نعم يعني نحن نصنع لا نتكلف بروباغندا شيء. معينة يعني بالفعل يعني أستاذ وائل لا نتكلف شيء. يعني نحن هنا في هذه البلد الطيب كما قلت لك وأسلفنا الحمد لله رب العالمين، خطابنا ولغتنا من زمان هي لغة وسطية ولغة تسامح. ليه؟ لأنه إحنا عندنا في تمازج كبير جدا وتجانس من الجنسيات التي تعيش بتوائم واحترام هنا في هذا البلد. ليه؟ هذا الشيء يعني لم يكن جديدا. التسامح موجود من زمان، أسس له المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، ولا يزال الشيوخ حفظهم الله الآن الموجودين يبنوا على هذا التأسيس الذي تم من أيام زايد عليه جميل. رحمة الله جميل. أيضا نعم. في برامج إذاعة زايد ما دمنا نتحدث عن الإذاعة تحديدا نجد اختيار الشخصيات والعلماء ومن نعم. يقدم فيها برامج دائما تختارهم بعناية وتختار نوعية نعم. البرامج بعناية وبنكهة خاصة لا نجد فيها حدة، لا نجد فيها صوت مرتفع، لا نجد فيها خطاب فيه مهاجمة لأي أحد. نجد حتى نعم. كل من على إذاعة زايد يخاطبون الناس بلغة كلها تسامح. والله يجب أن نعيد الفضل لأهل الفضل، يعني ابتداء لرئيس الهيئة صاحب السمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي حفظه الله ورعاه. يعني في الدورة البرامجية الأولى التي بدأنا فيها في عام 2019 كنت جالس معه وناقشت معه كافة الأفكار البرامجية الموجودة في هذه الدورة البرامجية، وكذلك في دورة رمضان. يعني بالفعل يعني كان باستمرار يسعفنا بأفكار جيدة وبناءة، فلذلك يعني اقترح علينا وأوجدنا برنامج في الإذاعة اسمه روح التسامح. هذا البرنامج له مضمون رائع جميل. جدا، فنتعاون فيه مع جمعية الفجيرة الخيرية، وأيضا نتيح المجال لكافة الجمعيات على مستوى الدولة ليتشاركوا معنا يعني وليبرزوا للناس أن التسامح مش مجرد كلام يا أخوان. التسامح والله هو فعل وعطاء وأعمال ومحبة وعطاء. نعم. نعم نعم هكذا هو التسامح. فلذلك نحن في إذاعة زايد وفي برامج إذاعة زايد يعني حاولنا قدر الإمكان أن نجد هذه المضامين وهذه المعاني ونودعها في برامجنا، فبالتالي لا ننظر تنظيرا إنجاز التعبير، لا بل نضع خطط واستراتيجيات. يعني أنت تعلم أخي وائل يعني في إذاعة زايد إحنا البرنامج الواحد قد يمتد إلى دورات برامجية. لماذا ذلك؟ ليه؟ لأنه إحنا نضع خطط وأهداف استراتيجية كاملة لهذا البرنامج أن ننبذ التطرف والغلو، وهذا ما تحدثنا عنه سابقا في السنة الماضية. تحدثنا عن هذا الموضوع في كان في اجتماع لاتحاد إذاعات الإسلامية وتحديدا إذاعات القرآن الكريم، إنه كيف سنحارب الغلو والتطرف. كنا في القاهرة. نعم لا يكون ذلك قلنا لهم في الكلام يا أخوان، يعني وكان في علماء أفذاذ حضروا هذا الموضوع. هذا الشيء لا يكون بالكلام فقط، ولكن يكون في أن نضع يعني برامج عمل
برامج عمل لبرامج سواء كانت إعلامية للبرامج القديمة أو مجتمعية أو حتى ندوات مفتوحة، يعني لنعالج هذه المسائل ولا نبقى مثلا نعيب على الآخر أنه هو متطرف. لا، يجب إحنا أن نظهر الجانب الحسن والجانب الوسطي لهذا الدين، وهذه هي دعوتنا، هي لحضارة إنسانية متكاملة. جميل. نعم. هذه الموضوعات الجميلة التي طرحتها، نطرح السؤال على المشاهدين لحلقة اليوم، والسؤال له أيضا شق إعلامي دكتور. السؤال لكم مشاهدينا الكرام: لماذا طلب موسى عليه السلام من ربه أن يرسل معه أخاه هارون عليه السلام؟ لماذا طلب موسى عليه السلام من ربه أن يرسل معه أخاه هارون؟ هذا من سياق القرآن الكريم. واليوم معنا جائزة عبارة عن 500 درهم نقدا وجائزة عمرة مقدمة من حملة الملبي للحج والعمرة. تواصلوا معنا مشاهدينا على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة الآن وتفوزوا معنا بتلك الجوائز القيمة. دكتور، رسالة للإعلامي الذي يرى أنه ممكن من خلال الكلام الغير منضبط أن يصنع له جماهيرية، ماذا تقول له؟ أولا، إحنا كما نعلم الإعلام هو رسالة، وهذه الرسالة لها مرسل، هذا المرسل هو الإعلامي. نقول للمرسل الإعلامي أنه يعني أنت لست بحاجة أنه يجب أنك تفرض نفسك على الآخرين، لا، بل إذا كنت مؤمن بهذه الرسالة فرسالتك ستصل 100%. جميل. هذه الرسالة ستصل وستجد أيضا آذانا صارية. قد في البداية تجد بعض الصعوبة لكي تشق طريقك إلى المستمعين أو إلى الجمهور المستهدف والذي تحب، يعني ونحن كإعلاميين أيضا يعني نحب صراحة ذلك يعني. من برامجنا من خلال برامجنا بنحب أنه مثلا والله يكون لنا متابعين مشاهدين. نكون مشاهدين وأيضا نحب أن يكون لنا ناس، وبذلك الناس ينجحون. هكذا الإنسان يعني مدني بطبعه، لا يستطيع أن يعيش ويغرد لوحده، ينفصل عن المجتمع، يحب من يستمع إلى تغريده. فبالتالي نقول له لا تتكلف ذلك، لا، بل أنت من البداية يعني بما أنك أنت صاحب رسالة أكيد ستنجح. والإعلامي أنا دائما أقول مقولة، هو ليس موظفا ولا صاحب مهنة عادية، الإعلامي صاحب رسالة حيثما كان مكانه. مبدع. نعم، هو سواء كان يعني إعلاميا، ثقافيا، إخباريا، رياضيا، بيقدم برامج منوعة، برامج دينية، هو رجل يجب أن يعتبر نفسه صاحب رسالة. فإذا اعتبر له نفسه صاحب رسالة سينجح هذا المرسل. ليه؟ لأنه سيتصف بصفات المرسل الحقيقي، وهو سيكون عندئذ يحمل رسالة صفتها يعني يكون يتصف بالأمانة، بالصدق، بالأخلاق، أن يحسن التعامل مع الآخرين، مع من ينطلق إليهم، أن يكون يفهم محتوى ومضمون هذه الرسالة الذي يقوم بنقلها أو التي يقوم بنقلها إلى الآخرين وإلى الناس. جميل. نأخذ بعض الاتصالات ونرجع لكبر مع حضرتك مرة تانية. مشاهدينا الكرام، نأخذ بعض الاتصالات على إجابة هذا السؤال. هزاع من العين، أهلا ومرحبا يا هزاع، كيف الحال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال هي؟ كان يتعلم دروس العلمية الدينية. لماذا طلب موسى عليه السلام من ربه أن يرسل معه أخاه هارون؟ السبب مذكور في القرآن الكريم، نريد الآية التي تتحدث عن ذلك. الآية؟ نعم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. السبب يأتي بعد ذلك. شو الآية التي تليها هي التي فيها الإجابة على هذا السؤال أو أحد الإجابات، يعني اجدد به أزري. نشكرك يا هزاع على المشاركة معنا، والسؤال واضح من خلال آيات القرآن الكريم ومن سياق القرآن الكريم، ونتحدث عن الجانب الإعلامي، عن جانب الكلام، عن جانب الفصاحة، عن جانب البلاغة عند هارون عليه السلام من آيات القرآن الكريم. معنا اتصال آخر من ياسمين من الشارقة، أهلا مرحبا، كيف الحال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال هي؟ إنه كان أفصح منه لسانا. جميل. الآية القرآنية بتقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رداء أن يصدقني، نعم. إني أخاف أن يكذبون. نشكرك يا ياسمين على المشاركة معنا وعلى الإجابة. بالفعل الآيات القرآنية هي اللي طلبينها اليوم، لأن هارون كان أفصح لسانا وكان كلامه يصل وكان خطابه الإعلامي لعله أقوى ومؤثر في قومه. معنا اتصال آخر من أحمد من الفجيرة، أهلا مرحبا يا أحمد، كيف الحال؟ أهلا بك. الآيات من سورة طه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم،
واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. أشكرك يا أحمد على المشاركة معنا وعلى تلاوة تلك الآيات. ومعنا اتصال آخر من صالح من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا صالح، كيف الحال يا صالح؟ السلام عليكم يا إبراهيم. إبراهيم معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ الحمد لله تعالى، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. إجابة السؤال هي؟ أرسل أخاه نقرأ الآية. تفضل. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نشكرك يا إبراهيم على المشاركة معنا وعلى الله يبارك السؤال. شكرا جزيلا فيه. ومعنا اتصال سلمى من، أهلا ومرحبا يا سلمى، كيف الحال؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ الحمد لله تعالى، نحمد الله عز وجل. إجابة السؤال هي؟ قوله تعالى عندما طلب واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. نشكرك يا سلمى. ولكن سلمى دعينا نسأل، هل تجدين التسامح في الخطاب الإعلامي؟ التسامح نعم، في وسائل الإعلام تجدي فيها التسامح أم تجدي فيها بعض يعني المهاجمة من الآخر أو بعض التعدي على الآخر؟ يعني سبحان الله لا يكون في تعدي يعني، لكن هي الإعلام هيك طبيعته. لكن لا، الطبيعة الأصلية طبيعة كلها تسامح وطبيعة فيها أنبياء كما نقول الآن عن هارون. نشكرك يا سلمى. دكتور إيه رأيك في الكلام ده؟ يعني الناس تعتقد أن الإعلام أصله هو تعدي على الآخر. لا هو مش كله، إحنا كما يعني أسلفنا، ما هو في إعلام كان الهدف منه من إنشائه هو أن يكون يعني إنجاز التعبير هو إعلام هجومي، حتى في تعليمه هجومي يعني يقول في بعض الإعلام نعم. كان الهدف من إنشائه هكذا. ولكن نحن نتحدث كما قلنا يعني عن الإعلام الذي تريد له الهيئة أو المؤسسة أو الدولة تريد له أن يكون بالفعل ناطقا باسمها، أن يكون إعلام تعليمي إعلام يعني إرشادي، إعلام لنشر الوعي والثقافة. وإلا أين دور الإعلام الصحيح؟ يعني هو الإعلام الآخر موجود أكيد، الإعلام له من يدعمه وله من يقوم عليه. حتى في بعض الإعلام يكون يعني من حيث الهدف هدفه الصحيح نعم، ولكن طريقة طرح الحوار والخطاب من هنا يعني تأتي يعني يكون بطريقة نوعا ما لنقل فيها من القوة والعنف، فلذلك الغلو والتطرف أحيانا في الكلام يكون ليس بمجرد الهجوم أو بمجرد التعدي على الآخر أو التجاوز في حق الآخرين، يعني هو بمجرد الحوار. من هنا يعني سبحان الله في تاريخنا الإسلامي أوجدوا ما يسمى بأدب المناظرة والحوار، لا بل هي مواد تدرس يعني تدرس لأشخاص يعنون في موضوع الخطاب وفي الكلام وفصل الخطاب. آداب الحوار والمناظرة هذه من الأشياء المهمة جدا، أن تحترم الآخر حتى وإن كان يضادك فيما تطرح. فلذلك يعني العلماء الأفذاذ سابقا ماذا كانوا يقولون؟ أنت تعرف ذلك، رأيي صحيح ويحتمل الخطأ نعم، ورأي غيري خطأ ويحتمل الصواب. يعني دائما يبقى محافظا على هذا الباب وعلى هذه الشعرة الممتدة ما بين العلماء في خطاباتهم. يعني نشكرك دكتور ما شاء الله على هذا الكلام الرائع. نأخذ اتصال عبد الرحمن من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا عبد الرحمن، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. إجابة السؤال؟ نعم، الإجابة من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. صدق الله العظيم. نشكرك على الإجابة ما شاء الله عليك. بالفعل أحد الأسباب أن يكون رد أن يصدقه، أن يكون هو الداعم له. معنا الاتصال الأخير. شكرا. سميرة من أبو ظبي. أهلا ومرحبا يا سميرة، كيف الحال؟ أهلا بك، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله لي وزيرا من اهلي هارون واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. نشكرك شكرا جزيلا يا سميرة على المشاركة معنا. كانوا في نقطة هنا أستاذ وائل يعني يجب أن نوضحها وتوضحها للأخوة المشاهدين، يعني بالفعل هذا هو ملمح الرسالة يعني اللي تحدثت عنه قبل قليل، أنه سيدنا هارون
يعني سيدنا موسى عليه السلام عندما طلب أن يكون معه أخوه هارون فقال له أفصح مني لسانا. نعم. هكذا يعني بالفعل هنا أنه أدوات أو الشروط التي يجب أن تتحقق في المرسل أن يكون مثلا عنده سلامة الاستعداد، حسن التعلم، حسن الفهم، جميل وكذلك دكتور. الإلقاء واللسان. الوقت داهمنا دكتور، نشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعده لنكمل هذا اللقاء معكم، فابقوا معنا. مشاهدينا في الفصل الأخير ونعرف مين فاز معنا بالجوائز. معنا الدكتور حكمة زريقات، دكتور تسحب لنا الأسماء من سعادة الحظ اليوم. طبعا درهم. باستمرار نسحب جوائز عندنا في إذاعة زايد مع الغروب. نعم مع الغروب وأحسن القصص. جائزة واحدة ولا تنتين؟ الأولى 500 درهم نقدا من سعيد أو سعادة الحظ. 500 درهم. عبد الرحمن غسان من عبد الرحمن غسان من الفجيرة. من الفجيرة. الاسم الثاني للعمرة. نعم. وطبعا لأسماء ثلاث أيام من المشاركين معنا. معلش خلينا هذا. هذا عمرة كلها طواف. عمرة. طواف. طواف من وسعي. زياد ما أعرفش الفجيرة إيش هذا الاسم الأول. محمد ولا زياد؟ زياد. خالد زياد. خالد زياد. هلا زياد. هلا هلا. نعم. هلا زياد. هلا زياد من الفجيرة رحلة عمرة طبعا. نشكرك دكتور شكرا جزيلا بارك الله فيك على هذا الكلام الطيب ونفع الله بكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم للتسامح وطن. نترككم مع هذا الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44. خدمة الواتساب. الموقع الإلكتروني